تم في محافظة الدقهلية افتتاح المعرض الرئيسي أهلان رمضان للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 30%. وقال محافظ الدقهلية أيمن مختار إنه جاري افتتاح عدد من معارض أهلان رمضان داخل المحافظة في أماكن مختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، موجها بضرورة التنسيق بين مديرية التموين وجميع الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية والرقابة على الأسعار ومتابعتها المستمرة داخل الأسواق.